الإمام الراحل من ثورة
هؤلاء القضاة وهؤلاء الجبابرة وهؤلاء الحكام والملوك يروجون لإشاعات حتى يكسبون فتح الشعب من جديد، ولكن هناك شعوب لا تنطلي عليهم هذه الإشاعات كما هو حاصل الآن. انتهت تصدير الثورة وجاءت مقولة التدخل. التصدير تختلف عن التدخل، التدخل هو شيء مباشر، وجاءت مقولة التدخل في كل خطوة. ونحن نتكلم عن الشعب البحريني، في كل خطوة يخطو هذا الشعب هناك تدخل، وهناك كثير من التعليقات. في كل خطوة نقضيها هناك تدخل، هناك تدخل. انتهى التصدير وجاء وقت التدخل، ولا نعلم إلى متى سيستمرون وإلى متى سيحضرون أنفسهم. لم تعد الشعوب كما كانت، الشعوب تحررت بفضل هذه الثورة المباركة. كنا نائمين فأيقظنا الإمام، كنا في سباط فأيقظنا الإمام من هذا السباط، وحرك لنا لدينا الشعور بالحرية والمطالبة بالحرية. لن تبقى الشعوب كما هو الآن بالحجم على عقولها. نعم، الشعوب بدأت تنهار، بعد بدأت تستلهم هذا الحس الثوري القادم من إيران. رضوا أم لم يرضوا، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع والذي نحتاج له نحن كشعب مظلوم. يقف الله سبحانه وتعالى يقف معنا في كل خطوة نقضيها. إذا كنا نشعر بالظلم ونتحرك من يد الله سبحانه وتعالى لإنقاذ كل مظلوم، نعم هناك نستمد للإلهام الإلهي ونكون كما نجح الإمام، ننجح نحن أيضا بقيادة إن شاء الله سماحة الشيخ عيسى قاسم. كل شعب يشعر بالظلم وينهض، ولا بد أن يوفق من الله سبحانه وتعالى للنصر على هؤلاء القضاة. وما النصر من عند الله إلا قريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بعزيمة النصر والإصرار لدين مطلبنا ومطالب كل الشعوب المظلومة التي تهدف في تحركها إلى التحرر من هؤلاء المستبدين، من هؤلاء القضاة، حتى يتحقق العدل الإلهي بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.